تعتمد الرؤية في بعض البلاد الإسلامية وفي تحديد مواعيد دخول شهر الصيام أو دخول شوال أو كذلك دخول ذي الحجة على الحساب الفلكي دون الرؤية، كما أن الإعلان عن ذلك يكون عادة عن طريق جهة الإفتاء والشؤون الدينية في البلد، فهل يعتمد الحساب وهل يؤخذ بقول تلك الجهات أم يؤخذ بأخبار الإذاعات عن البلاد التي تعتمد الرؤية؟ الواجب في إثبات الأهلة في الحج وفي رمضان هو الرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا مرات كثيرة، ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة، وأما وجود من خالف في هذا من المتأخرين فلا يلتفت إليهم، ولو كانوا كبارا ولو كانوا علماء لا يلتفت إليهم في هذا الأمر لأنهم خالفوا السنة،